السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجنا خدعوك فقالوا. حلقة النهاردة هي الحلقة الثانية عن الحجاب. اتكلمنا المرة اللي فاتت، بفكر حضراتكم اللي شافونا وراجع مع اصحابنا وشبابنا واهالينا واخواتنا اللي ما شافناش المرة اللي فاتت، ان احنا المرة اللي فاتت كنا بنتكلم على الحجاب، وبنتكلم مش بس بنكلم البنات اللي ما تحجبوش انهم يتحجبوا، احنا بنتكلم مع كل واحدة لبست الحجاب ازاي ان هي محتاجة ان هي تاخد خطوات ان يوصل لبسها للزي اللي ربنا بيحبه، مش اللي ممكن تكون هي بتحبه، اللي ممكن يكون بيظهر بعض مفاتن جسدها. وتكلمنا ان البنت هي جنة الدنيا. الدنيا دي يا جماعة مش بيتنا الاصلي، بيتنا الاصلي عند ربنا في الجنة، وهنرجع له يوم من قبل يوم القيامة. والدنيا اللي احنا عايشين فيها يا جماعة دي كلها زينة وكلها فتن، واكثر الزينة اللي في الدنيا هم النساء. وربنا عز وجل سمى النساء جنة الدنيا، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. حسنة الآخرة هي الجنة، حسنة الدنيا هي المرأة لو كانت صالحة. وكنا بنتكلم ان ربنا عز وجل امر الست ان هي تداري جسدها بالحجاب، لان هي فتنة لنفسها انها تبقى ماشية في الشارع حاسة بظهور جسدها. ده فتنة حتى للنساء، وفتنة لغيرها من البنات ان هي تشوفها شكلها حلو وهي لابسة لبس ممكن يكون في بعض اجزاء من جسمها متعري، فتنة انها تشوف الشكل ده، وحتى البنت اللي خارجة من بيتها تحب ان البنات تشوفها كده، وطبعا فتنة لغيرها من الرجالة اللي ربنا خلق جواهم الشهوة، خلق جواهم الشهوة وخلق جوا النساء الشهوة عشان تستقيم الحياة الزوجية وتحلو علاقات الازواج والزوجات ببعض، مش عشان يكون في فتنة بره البيت. والشيطان كان ليه دور كبير قوي، زي ما الشيطان ليه دور في إفساد كثير من العبادات وقطع الطريق على العباد في طريقهم لربنا عز وجل، كان ليه دور كبير قوي. حاجة من الاثنين، إما أن هو أو حاجة من الثلاثة، إما أن هو أقنع ستات كتير وبنات كتير أن الحجاب مش فرض، وهنتكلم النهاردة عن الموضوع ده في جزء كبير من الحلقة، أو خلى بنات كتير عارفين أنه فرض لكن مش قادرين من كتر الوسوسة والحاجات والأفكار الغلط اللي بيدخلها فأذهنهم الشيطان، وبرضه هنتكلم عليه النهاردة، أو أبطل مفعول الحجاب اللي المفروض يتلبس علشان يداري فتن جسد المرأة. أصبح كثير من الأوقات وكثير من بناتنا لابسين حجاب مش بيداري الجسد، وإنما قد يكون بيظهره أكتر. مش عايزين الشيطان يا جماعة يقطع طريقنا على ربنا عز وجل ويستخدمنا كبنات مش محجبات أو لابسين حجاب ضيق قوي، وإحنا مش بنساوي ما بين واحدة اتحجبت حتى لو حجابها ضيق وبين واحدة مش محجبة. أقصد مش بنسوي في الأفعال، الكل عند ربنا عز وجل هو اللي يعلم مقام الناس. احنا مش هنحدد المجتمع لمحجبة كويسة ومحجبة وحشة، احنا مش بنشاور على حد ولا بنصنف مجتمعنا ولا بلدنا ولا أمتنا. لكن في كثير من البنات اللي محجبات اللي زعلوا المرة اللي فاتت، أو بعضهم زعل، أنت وأنت بتتكلم تقول محجبة حجاب مش كويس أو مش محجبة، احنا مش بنسوي أكيد في الجزئية دي، أكيد دي خطوة وخطوة حلوة، لكن احنا وإحنا بنتكلم بنقول عايزين نتحجب بالحجاب اللي الله يرضى عنه، مش اللي يحب، مش اللي احنا نحبه، اللي هو يحبه سبحانه وتعالى جل في علاه. النهارده نتكلم على حاجات مرتبطه باسئلتكم. واحنا المره اللي فاتت قلنا ان في حلقه تانية، واستقبلنا اسئله كتير من المحجبات وغير المحجبات عن عقبات في طريق الحجاب، او عقبات في طريق الثبات على الحجاب، او عقبات في طريق الاقتناع بالحجاب. عايزين نتكلم كتير النهارده، عايزكم تصلوا على النبي كتير وتستعيذوا بالله من الشيطان الرجيم، لانه بيحاول يفسد تاثير الكلام بالذات عن الحجاب لقلوب بناتنا ونسائنا. هسيبكم تصلوا على النبي ونتقابل بعد شويه، فاستنونا. سمعنا كلامه وصدقنا عشان سهلوا على هوانا، ما دورناش وراه ازاي ما نتأكدش دي امانة. لازم كل البنات والنساء اللي بيتفرجوا علينا يعرفوا ان العبادات اللي ربنا عز وجل او الطاعات اللي ربنا فرضها، الطاعات دي ليها اكتر من نوع. نوع من الطاعات بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، ونوع من الطاعات بيننا وبين ربنا لكن ليه اثر على مجتمعنا الاسلامي وعلى امه الاسلام وعلى الدنيا كلها. وخد بالك ان ترك الحجاب
او ان البنت تتحجب حجاب يكون ضيق عليها قوي فيظهر مفاتن جسدها، ده ممكن يكون مؤثر سلبيا على نهوض دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. آخر مشهد في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم لما كان حطت رأسه الشريف على كتف السيدة عائشة كما كانت تقول مات بين حاقنتي وذاقنتي، على كتفي يعني، وبعدين وسع الستارة كده لما حس ان هو قادر يرفع رأسه وسع الستارة، فشاف الصحابة رضي الله عن الصحابة، شافهم وهم بيصلوا، فابتسم النبي صلى الله عليه وسلم. ابتسم لأنه حس إنه هو هيسيب الدنيا وهو مطمن على الصحابة بيصلوا وراهم الأطفال والنساء، وهو بيموت مبتسم لأنه حس إنه هو صلى الله عليه وسلم، بل تأكد إنه وصل لرسالته. رسالة النبي سارية لغاية يوم القيامة، ما فيش نبي تاني هيجي يصلح الكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن قال تركت فيكم، سبت لكم انتوا الدين، ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا. البنت اللي بتقلع حجابها او مش بتتحجب، او البنت اللي لابسه حجاب ممكن يكون بيفتن شوية، المشكلة مش ان هي كسرت حاجة بينها وبين ربنا، المشكلة ان هي دعوة النبي سارية لغاية يوم القيامة وهي بتبعد ناس كتير عن ربنا عز وجل. والنبي ما يستاهلش مننا كده يا جماعة. كتير مننا بيتمنى انه يشرب من ايد النبي عليه الصلاة والسلام، وكتير مننا بيتمنى ان النبي يحضنه، وكتير مننا بيتمنى النبي يشفعله. لكن احنا النهاردة في الحلقة دي والكلام بالذات للبنات عشان يثبتوا على الحجاب، نفسنا النهاردة نحن شباب بقى وبنات وكبار وصغيرين، نتمنى ان احنا اللي نطبطب على النبي صلى الله عليه وسلم. كل حاجة عايزين من النبي، عايزين نفكر النهاردة زي ما الصحابة كانوا بيجروا يتسابقوا مين اللي يشيل نعل النبي. عايزين نخفف وقفة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، ونقلل عدد الناس اللي النبي هيجري علشان يلحقهم هم حالهم مش كويس يوم القيامة. مش عايزين نزود وقفة النبي بان احنا نكون سبب في ان احنا نبعد ناس عن ربنا عز وجل، ودي مشكلة ترك الحجاب او الحجاب اللي ممكن يكون بيفتن لانه ضيق شوية. صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام يا جماعة، هو اختارنا على نفسه وحبنا أكتر من نفسه صلى الله عليه وسلم، واختار أنه يعيش في الدنيا دي 63 سنة. تخيل بني آدم اختار أنه يكون قدوة لمليارات الناس، قدوة للنساء وللرجال وللأطفال وللكبار والصغيرين والجد والمتجوز والعازب. صعب، أنا ما استحملش أن أنا أكون قدوة لكل الناس، وأي حد عنده موقف في حياته يتصرف فيه إزاي يرجع لحياة النبي قولا وفعلا. تحس أنك حياته زحمة قوي، بس هو اختار كده يكون أسوة حسنة لكل واحد عشان ما حدش يقول طب أعملها إزاي، طب أثبت إزاي، طب أبقى زوج صالح إزاي، أو أبقى حتى بنت صالحة. ما سابش البنات إلا وصاهم بأهليهم، حتى البنات والزوجات كان ليهم قدوة صلى الله عليه وآله وسلم. كان عايش عيشة بيفضلنا على نفسه، حتى دعوته قال صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة مستجابة دعا بها على قومه لما عصوه. كل نبي له دعوة أول ما يقول يا رب تحصل على طول، وكل الأنبياء أو بعضهم أو أغلبهم دعا الدعوة دي في الدنيا في الوقت اللي كان بيكذب فيه وبيطرد فيه، زي ما سيدنا نوح قال رب إني مغلوب فانتصر، ودعا على قومه بعد ما ربنا قال له ما حدش هيؤمن تاني. قال صلى الله عليه وسلم وأخرت دعوتي مع احتياجه الشديد ليها، احتياجه أن يدعي أن ربنا يخلي له إبراهيم ابنه مثلا، أو يدعي أن ربنا يحميه وهو بيتضرب في وشه بالطوب صلى الله عليه وسلم وبالحديد وهو بيخش في وشه، يدعي أن ربنا يحميه. وأخرت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة، ومش هيستريح يوم القيامة لو كلنا في حضنه. تخيل كل واحد يوم القيامة من الأنبياء آخذ كما قال صلى الله عليه وسلم، كل الأنبياء كل واحد فيهم ماسك في حتة من العرش آخذ بقوائم العرش يقول يا رب سلم يا رب سلم، إلا النبي نازل في وسط الناس بيشفع لده ويتأسف بالنيابة عن ده ويمسك في إيد ده، وبعدين بعد ما يشفع للناس كلها شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، بعد ما يشفع يسبقنا عند الحوض. انت عارف في كم مليار واحد مسلم دلوقتي؟ في 1,400,000,000، واحنا جيل من الاجيال قبل 40 ولا 50 سنة كان في قدنا، وبعد 40 أو 50 سنة في قدنا، والنبي عليه الصلاة والسلام من 1,400 سنة واكتر. كم مليار واحد بيحبوا النبي وهيشربوا من ايديه، بدل ما يوم القيامة يبقى في ظل عرش ربنا عز وجل ويستريح بقى ده تعب قوي، هيقعد يشفع في الناس وبعدين يسبقنا عند الحوض يقعد يشرب الناس، وكل واحد عايز يحضنه وعايز يقبله وعايز ياخده في حضنه. أول مرة نشوف النبي كده ونقف معه اتحرمنا من رؤيته، وبعدين يسبق على الصراط يعدي ويقف في آخر الصراط والصراط تحت النار والناس